أوكي، المحاضرة بتاعت اليوم بنحاول نستفيد من السوفت وير الام اس بروجكت في التعامل مع الريسورسز مانجمنت. احنا شفنا نظريا كيف نعمل ريسورس الوكيشن، كيف نعمل ريسورس ليفلنج. اليوم كثير من المفاهيم هذه بدنا نتعامل فيها باستخدام برنامج الام اس بروجكت، وخاصة لما يكون عندنا عدد كبير من التاسكس ومن الصعب انه بشكل نظري نعمل كل الكمبيوتيشنز اللي مرينا فيهم. بشكل رئيسي اللي حنطلع عليه اليوم استخدام المين كونسبت بتاعت الام اس بروجكت تو مانج ريسورسز. كيف ممكن نعمل ريسورس اساينمنت للتاسكس، ايضا كيف نعمل ريسورس ليفلنج في حاله الاوفر الوكيشن، و هاو تو كرييت ريسورس كالندر. احنا شفنا سابقا كيف نعمل البروجكت كالندر، الان لو بدنا نعمل حاجه فيري سبيسيفيك للريسورسز او للسب كونتراكتورز كيف ممكن تكون they have their own resource calendar. والكونسيبت بتاع الماتيريال ريسورس وكيف نعمل manipulation له في assignment للريسورسز. الشغلات ايضا اللي حنغطيها اليوم بشكل تفصيلي في الريسورس مانجمنت، how to create a resource list، وهذه اللي بتكون أساس عادة لعملنا في assigning resources سواء resources المرتبطة بالwork أو بالmaterial أو بالcost، وكيف نعمل عملية assigning لهذا resources to tasks، وبعض الأشياء أيضا formatting how to remove a resource from task to assign a resource to a group و assign a resource as a part-time resource و to control the resources سواء باستخدام الكالندر أو متى يشتغل هذا الريسورس على specific tasks، وبعض الشغلات التوضيحية المرتبطة بالviews اللازمة حتى نشوف ال distribution بتاع resources ال over allocation كيف نعملها فيما بعد manipulation، والconcept بتاع fixed والvariable material consumption في الريسورس ايش الفرق بينهم. الان المثال التالي اللي حروح على البرنامج بس حتى احطه بالصوره بشكل اولي، هي سمول بروجكت وذ تاسكس اي بي سي دي اي اف. انا عملت لهم اساينمنت للريسورسز، فمثلا الاكتيفيتي اي اعطيتها ريسورسز اسمها وركرز 200%. ال 200% هنا زي ما ذكرنا سابقا هي نقصد فيها العدد 2، ولكن حنستخدم البرسنتج هنا حتى تعطينا مرونه فيما بعد لو انا حبيت اعمل بارت تايم مثلا 50% او بدي جزء من الوقت، فالبرسنتج هي شبيهه يعني جدا في النمبرز، واذا حبيتوا تغيروا لنمبرز من الاوبشنز ممكن يتغير الشيء لنمبر، لكن الديفولت برسنتج واذا تعودنا عليها بيكون الاشي بسيط وسهل. فالاكتيفيتي اي عملنا اساينينج لتو وركرز طوال وقت التاسك، يعني لمده الخمس ايام كل يوم في تو وركرز اساين، وايضا عملت اساينمنت لماتيريال ريسورس كونكريت، وهنا ظهر عندي على البار زي ما احنا شايفين هان البار بيظهر ايش الماتيريال ريسورس اللي انا اعطيته لهذا التاسك. بدي 3 كيوبيك متر بير داي، يعني كل يوم عندي في هذا التاسك حيكون ريكوايرد 3 كوب بطون كتوتال. هنا بيكون في عندنا 15 كوب، لكن طبيعه هذا التاسك انه بده الماتيريال تكون بير داي، وهذا اللي حنحكي عليها ليتر موضوع الفيكس ماتيريال كونسومشن والفاريبل ماتيريال كونسومشن. الاكتيفيتي بي اعطيتها 4 وركرز وظهر عندي جنب البار هي 4 وركرز. نتيجه توزيعي لهذه الريسورسز على الاكتيفيتيز عملت الريسورس هيستوجرام، اولا للريسورس اللي اسمه وركرز بحيث اجيب التوتال ريسورسز نيدد بير داي افري داي التوتال لكل نوع من انواع الريسورسز. فهان التشارت اللي امامي الجراف هذه بتوضح الريسورس ديستريبيوشن للوركرز كل يوم التوتال،
فواضح عندي في اليوم السابع هنا انه انا عندي الماكسيمم ريسورسز نيدد 700، بينما الافيلبل اللي متوفر عندي لطول فتره المشروع فقط 400. فواضح اللون الاحمر هان هذا يمثل الاوفر الوكيشن في اليوم السابع والثامن والتاسع. وبالتالي انا الان بدي اشوف فيما بعد كيف انا اتخطى هذا الاوفر الوكيشن باستخدام الريسورس ليفلنج والكونسبتس اللي تعرفنا عليها سابقا. هذا مين اللي ححاول اشوفه الان على البرنامج، هاو تو كرييت الريسورس شيت، نعمل assignment للريسورسز على التاسكس، نعمل عملية viewing لهذه الجرافز ونعالج موضوع resource over allocation. طبعا الريسورس شيت اللي حنشوفه كالتالي في البرنامج. عمليا ناخذ مثلا الانجينيرز كأول نوع عشان هذا أبسط شوية. الانجينيرز هذا resource name بدخله على الشيت. التايب انا عندي خيارات اما work او material او cost، ثلاث انواع انا ممكن اختار من هذه التايبس. الانجينيرز work لانه هذا مرتبط ب working hours working time. الماتيريال عاده في material consumption، والcost هذا resource هو financing resource. فالانجينير كwork مباشرة عندما أدخل أنا الريسورس إنجينير بيعطيني الانيشال تبعه، وأنا ممكن أختار في أي مجموعة أي جروب تو أساين هذا الريسورس. فالجروبس أنا أي ديفاين إت، مثلا الوركرز في البداية أعطيتها جروب اسمه ليبر، الإنجينيرز أعطيته مانجمنت وإتسترا. لأن الماكسيمم يونتس هذه بتعطيني إيش أكبر قيمة أنا متوفرة عندي من هذا الريسورس طوال فترة المشروع. طبعا انا بالحاله هذه كان في عندي زيرو، لكن اذا انا كان عندي مينيمم 1 انجينير فحعدل هذه القيمه ل 100% بتعني انا عندي 1 انجينير. وفي داتا ثانيه مرتبطه بالكوست، هذه حجيها ليتر لما ابدا اشتغل على الكوست وافسر كل فيلد من هذول وكيف استخدمهم، وايضا ما يرتبط بطريقه حساب هذا الكوست. ولكن النقطه اللي حابب برضه هنا مهم نشوفها هي البيس كالندر. البيس كالندر أنا واضح عندي للإنجينيرز في الستاندرد كالندر، ولكن الوركرز أنا عامل لهم كالندر خاصة فيهم سميتها Workers 2. يعني أنا ممكن to create specific calendar لأيام محددة في الأسبوع للعمل، أيام إجازات لهذا specific resource. وإذا هنشوف كيف هذا الشيء ممكن نعمله to create. الآن once هذه الشيت صارت موجودة عندي بستطيع الآن أنا أعمل assignment للresources للtasks المختلفة اللي عندي. وبالتالي حنتقل الآن للأمس project نشوف كيف ممكن نعمل الخطوة التالية. أوكي، إذا أنا فتحت الآن الأمس project وجبت الشيت اللي توي ورجيتكم إياه، لأن أنا بهمني لو بدي أبدأ من البداية كيف أعمل هذا الريسورس شيت والأسايمنت المختلفة اللي عندي. خليني أفتح ملف جديد ونبدأ مع بعض فيه. فايل نيو بروجكت مثلا هاي الأكتيفيتي، أكتيفيتي A نفترض مدتها 4 أيام، أكتيفيتي B مدتها 5 أيام، اكتيفيتي سي 3 أيام، واكتيفيتي دي كمان مدتها نفترض 6 أيام. هاي مجموعة من الاكتيفيتيز، من أجيب الفيو أختار الديتيلز. أوكي، لو عملت لهم لينك للتبسيط وأحاول أوجد شوية علاقات مختلفة حتى يصير في تداخل عندي بطريقة أو أخرى، مثلا هي سي اف اس ناقص 4 وهنا ناقص 2.
اوكي. الان مثلا هذا اللي نعتبره انه في عندنا سمول بروجكت، انا دخلت التاسكس، دخلت اللينكس، والان مفروض ادخل الريسورسز على هذا البروجكت. فاول خطوه حكينا هاو تو كرييت ريسورس ليست. طبعا ريسورس ليست انا ممكن اطولها من عده اماكن. لو انا رحت على ريسورس هنا، هاي في عندي مجموعه تابس مرتبطه بالريسورسز. في على البروجكت بار هان على الجانب في عندي ايضا مجموعه من الفيوز اللي انا بستطيع اطلع فيها الريسورس شيت. هاي لو اخترت انا ريسورس شيت من هنا، هنا بيعطيني الان الريسورس شيت اللي هو اظهرت لكم اياه، او ممكن من اسفل الشاشه من هان كمان يعطيني الريسورس شيت. هدول لانهم كويك فيوز انا بستطيع لو عملت هاي اندو اصلهم بشكل سهل وسريع. فهي الريسورس شيت من اسفل. الان انا بدي ادخل الريسورسز اللي بدي استخدمها في هذا البروجكت. مثلا الريسورس نيم هنا وركرز، وفي عندي انجينيرز، ونفترض بدي احط ماتيريال كونكريت زي ما كان عندنا بالمثال. طبعا الديفولت كله بحط لي تايب ورك، لكن الكونكريت بالنسبه لي هذا ماتيريال ريسورس، فبختار انه هذا ماتيريال. هي اذا ارجع للوركر التايب الديفولت ورك، واضح انه في عندي ماتيريال وكوست، انا بدي اياه ورك. الانيشال على طول هو بيختار اول حرف من الريسورس نيم، لانه هذا حيظهر لي فيما بعد. الجروب زي ما ذكرت انا بختار الجروب اللي بدي اياه حسب الكلاسيفيكيشن اللي عندي في الشركه. مثلا الوركرز هنا الجروب اسمها الوركرز او الليبر او الاخري. الانجينيرز هنا مانجمنت، مانجمنت جروب اكسترا. الان الماكسيمم نمبر اوف ريسورسز، هنا انا بحدد ايش الماكسيمم افيلبل عندي طوال المده تاعت المشروع. فرضا الوركرز انا متوفر عندي خمسه، فهنا بادخل 500. الانجينيرز في واحد، الكونكريت عاده لو اخترت هنا ما في تحركش عندي المؤشر لانه الماتيريال ما في لها ماكسيموم، لانه هذه حنشوف فيما بعد كونسمبشن الريت اللي بحطه سواء التوتال او الكونسمبشن فاريبل ريت هو اللي بيصير ادخال. وزي ما ذكرت موضوع الكوست ليتر حاجي له. ولكن الكالندر الان اللي حشوفها مثلا هنا انا اخترت ستاندرد كالندر، وما في عندي كالندرز مبنيه عشان اعملها خاصه لهذا الريسورس. فليتر عندما اعمل كرييشن لكالندر للريسورس تو اساينت لهذا السبيسيفيك ريسورس لازم اختارها من هان بعد ما اعرفها. إذا هي أصبح الريسورس البيسك ريسورس شيت عندي جاهز. الآن بدي أعمل نوع من الكوميونيكيشن بين هذا الشيت وما بين التاسكس. فبدي أرجع للجانتي تشارت، سواء من هنا بأرجع للجانتي تشارت أو في عندي هان الجانتي تشارت ممكن أجيها. الآن بدي أعمل أساينمنت للريسورسز. أنا ذكرت بفضل دائما الفيو تاع ال تاسك فورم هو اللي استخدمه تحت لعمليه الاساينينج للريسورس. في ناس بيحبوا يستخدموا بعض التابس الموجوده عندي، مثلا هاي اساين ريسورسز، ممكن انا اعمل اساينينج للريسورسز من هنا. فاكثر من طريقه ممكن استخدمها، انا اللي بفضلها لبساطتها واني بشوف كل الداتا المرتبطه عندي بهذا التاسك موجوده امامي. لأن عشان أعمل assignment للresource على الactivity A لازم أختار الactivity أو التاسك. مثلا هنا إذا أنا كنت في تاسك تحت ما في عندي مش ظاهرة البيانات، بالتالي أنا بختار الactivity A. الآن بدي أعطيها resource اللي هم workers نفترض. فمباشرة إذا أنا اخترت من الresource name بيظهر لي list of resources، بختار الworkers وبدي احدد اليونتس اكم ريسورس انا بدي من هذا من الوركرز.
طبعا تنسوش ان انا عارف الماكسيموم، انه انا الماكسيموم عندي 5. اولا اذا حطيت على طول نفترض 7 هان، هي 700، وعملت اوكي مباشرة وانا عارف انه الافيلبل عندي فقط 5، بدي اشوف ايش، ارجع تاني للريسورس شيت ايش التغير اللي صار. الوركر ظهرت باللون الاحمر واعطاني هان مسج نوت ذيس ريسورس از اوفر الوكيتد، لاني انا زدت عن الماكسيمم افيلبل. فهان بيرجعني تاني ان انا اعدل الافيلابيلتي، لانه هذه من اول خطوه انا ما مفروض ازيدها في اول assignment، او بضطر اعدل الماكسيمم هان اذا انا مضطر انه هذا الاكتيفيتي لا بدها 7، فبغير الماكسيمم هنا مثلا ل7 او 8، على طول بتغير اللون وبصير مباشره اللون كانه مش اوفر allocated ريسورس. طيب اذا ارجع تاني للتشارت، انا لما عملت assignment للريسورس workers للاكتيفيتي A مباشرة ظهر أمام البار اسم الريسورس و number of resources assigned 700%. طب لو أنا حطيت فقط 100، عشان هذه نقطة أحيانا هي 100. أوكي إذا الآن الاكتيفيتي A اللي عملنا assignment لها لليونت 100، هنا بتظهر فقط workers، يعني الديفولت ما بيكتب جنبه 100، بينما لو تغير عادة الرقم ل 200 أو خلافه بيظهر لي العدد، عشان فقط من ناحية يعني فورماتنج ننتبه إنه لما بكتب فقط workers هي تعني اليونتس 100. الآن مثلا هاي الأكتيفيتي B لو حبيت أعطيها الآن كمان مرة resource من الـ workers، أعطيها نفترض هي 4 وبتعطيها كمان ريسورس انجينير، طبعا لأن أنا الانجينير الماكسيم عندي 1 فحطيت هي 100%، أوكي فظهر لي هان الريسورسز الأسايند للتاسك بي، الوركرز 4 والانجينيرز 1، فأنا كان أسايند مور ذان 1 ريسورس للتاسك وبيظهروا كلهم عندها. طبعا لو حبيتوا تخفوا الريسورسز بالفورمات للبار ممكن تخفوه، او بدكم تعملوا اي فورماتنج برضه هذا الكلام بيتم بسهوله من خلال الفورمات. طيب لو الان بدنا نتعامل مع الماتيريالز ريسورس سواء الفيكست كونسمشن او الفاريبل، خليني اوضح اول على الباوربوينت ايش المقصود فيها. الان كمثال بسيط، لو انا اطلعت عندي على اكتيفيتي وبدي اعطيها الماتيريال كونسمشن، المقصود بالفيك الفاريبل كونسمشن زي ما شفنا تو بالمثال السابق، انه انا الاكتيفيتي جي مثلا هذه الاكتيفيتي اللي عندي بدي اعطيها كونكريت 5 كوب بير داي، فمباشرة بختار الريسورس نيم اللي أنا عرفته إنه ماتيريال بالريسورس شيت، وهذا إشي مهم، وبأدخل اليونتس 5 كيوبيك متر بير داي، ولكن هذا اليونتس لازم تكون أنا معرفها أيضا في الريسورس شيت تبعي عشان يستخدمها الكمبيوتر في حسابها. فأنا بستخدم 5 كيوبيك متر، اذا حطيت بير داي بتعني هذه فاريبل ماتيريال كونسمشن، يعني كل يوم حيكون في عندي هنا 5 5 5 5 5 توتال 25 او توتال 20 المده اللي عندي 5 ايام، اسف 25. هذه الفاريبل ماتيريال كونسمشن. الفيكس ماتيريال كونسمشن مثلا اكتيفيتي A، أنا بدي الكونكريت يكون 12 كوب بغض النظر عن المدة، بمعنى افترضوا صار ديلي في الاكتيفيتي A
وامتدت لست ايام لسبعة ايام، معناه الريكويرمنت عندي لهذا الريسورس هو حيبقى 12 كوب، فالكونستانت هان بيكون ما له علاقة في مدة الاكتيفيتي، بينما في الفاريبل لو مدة الاكتيفيتي تبع جي صارت عندي خمسة ايام، فبالتالي هنا لو صارت هذه خمسة ايام، خمسة ايام في خمسة كوب حتصير 25، صارت ست ايام حتصير 30، لانه طبيعة الاكتيفيتي انا بدي كل يوم خمسة كوب. مثلا لو انا بركب خطوط تصريف مياه، انا كل يوم بركب 100 متر، وبالتالي الاكتيفيتي هذه ممتده عندي، صار كانت اربع ايام عم ركبت 400 متر، صاروا ست ايام بكون انا ركبت هيك 600 متر طولي. غير عما انا مثلا بعمل فاونديشن بده 12 كوب كونكريت، الان التايم اللي انا اخذته في تنفيذ الفاونديشن اذا كان اربع ايام او 10 ايام او 15 يوم، الماتيريال وحده لان الفاونديشن بدها فقط 12 كوب، هاي المقصود في الفيكست ماتيريال كونسومشن والفاريبل ماتيريال كونسومشن. هذا الكلام انا كيف ممكن اترجمه على الابس بروجكت؟ نرجع ثاني لبرنامجنا. طبعا انا زي ما ذكرت الان انا عرفت في الريسورس شيت الكونكريت انه هو عباره عن ماتيريال، بس انا ما اعطيته الانيشال تبعه زي الانيشال تبع الكونكريت زي تبع الانجينيرز او الوركرز. فهان مثلا بدي اسميه ام 3، فصار هان معرف عندي الماتيريال انه مثلا بالكوب، لو كان عندي بالطن بحطه بالطن، لو المتر طوله لينير متر اتسترا. الان لو رجعت انا ثاني على الاكتيفيتي او على مره ثانيه الجانت شارت، مثلا هاي الاكتيفيتي A بدي اعطيها ريسورس كونكريت ومثلا فيكس كونسومشن 10 كوب، مجرد ما فقط ادخلت 10 وعملت اوكي هو فهمها 10 كيوبيك متر، مش ضروري ادخل اليونت في الحاله هذه. فالتوتال عندي بغض النظر الان عن المده، لو تغيرت المده لثلاثه حتبقى عندي هان 10 كوب، بينما مين ممكن اللي يتغير؟ الوركرز، لانه هذول ورك مرتبطين بالتايم ايفورت. قبل ارجع خطوه للخلف، لما كانت عندي يومين كان الورك 32 ساعة عمل للتو وركرز، و32 هذه من وين اجت عندنا؟ عندي الوركينج اورز بير داي 8 ساعات، وعندي تو وركرز هاي 2 في 8 16 وركينج اور في الديوريشن تبعت الاكتيفيتي اللي هي 2 دايز، فالتوتال ورك هنا اعطاني 32. اذا 32 هي التوتال ورك للريسورس اساين، بينما في حاله الفيكس ماتيريال كونسومشن اي تغيير على الديوريشن زي ما ذكرت بيبقى ثابت الكميه الهان، بينما الورك هيتغير هان ل 48 ساعه عمل. طيب لو اكتيفيتي سي بدي اعطيها كونكريت بس فاريبل كونسومشن، هي بدها خمسة كوب في اليوم، خمسة سلاش دي، لأن أنا معرفة عندي الديوريشن الابريفيشن تبعتها دي، حطيت أوكي تمام. الآن مجرد حطيت فايف سلاش دي فهم هذا إنها خمسة كيوبيك متر بير داي، إذا هذه variable material consumption والديوريشن عندي 3 ايام، فضربنا 3 ايام لديوريشن في اليونت 5 اعطاني التوتال 15 كوب. طبعا هو حطها تحت كلمه وورك، فما في عندي حاجه بسميها هنا بالريسورس ماتيريال، لكن هو بصنفها
كماتيريال بناء على اليونتس اللي انا بستخدمها. فهي التوتال عندي 15. طبعا لو صار الان الديوريشن عندي اربع ايام اوتوماتيك الكميه التوتال كوانتيتي ويل انكريز ل 20 كيوبيك متر على اساس 4 في 5، وهنا ما في صار عندنا مشكله اذا كان طبيعه الماتيريال هنا فاريبل كونسمشن. اذا هيك شفنا كيف احنا ممكن نوجد الماتيريال، نشوف الورك ريسورس والماتيريال ريسورس، وطبعا الفاينانس ريسورس هو مجرد الفاينانس ريسورس. لو انا في عندي مثلا هنا بوند بدي تو ايشيو هنا بوند، وبدي اعتبره هذا عباره عن كوست. اوكي، اذا الان انا عندي في الريسورس شيت ادخلت كوست ريسورس سميته بوند التايب كوست، ولو حبيت اعمل assigning مثلا لهذا الكوست ريسورس للاكتيفيتي دي على اساس انا بدي اتبع فيما بعد يعني هذا الكوست، او ممكن انا اضيفه لاحد الاكتيفيتيز اذا كانت هذه الاكتيفيتي مطلوب لها ريسورس مرتبط بتكلفه معينه، مثلا شراء مضخه تركيب بانيل لها قيمه معينه، انا ممكن احط هذه كريسورس شيت مرتبط في هذا الاكتيفيتي. راح ادخل الكوست داتا فيما بعد تاعتي، لكن هاي حمل لي الكوست ريسورس صار على الاكتيفيتي هذا. اوكي، اذا عمليا هيك احنا شفنا كيف نتعامل مع الورك ريسورسز والماتيريالز ريسورس والكوست ريسورس. طبعا في اديشنال ايشوز ممكن احنا الان نتعامل فيها مع الافيلابيلتي بتاعت الريسورس، الماكسيمم نمبر بتاعت الريسورس، وهذا اللي حنشوفه الان. الان ارجع للمثال تبعنا بتاع الريسورس اكزامبل، لما تحدثنا عن الالوكيشن للريسورسز وكيف صار عندنا عمليا اوفر الوكيشن، وذكرنا كيف ممكن نعالجها. الاوفر الوكيشن ظهر بسبب نقطه مهمه، وهي انه البيك يونتس او الماكسيمم يونتس للريسورس افيلبل عندي للوركرز كان 400%. الان لو كان النمبر او الماكسيمم 800 كان كل هذا ما كان في عندي مشكله فيه. طبعا هذا الماكسيمم يونت مهمه جدا لانه تعني، وهذا اللي شفناه في الريسورس الوكيشن ليفلنج، انه انا دائما بدي احقق المعادله الريسورس نيدد تكون اقل او تساوي الريسورس افيلبل. طبعا انا كل ما وفرت عدد اكبر من الريسورسز، وخاصه اذا كانوا كونستانت طوال فتره المشروع، هذا يعني تكلفه اضافيه عندي على المشروع. اذا انا ما استخدمتهمش بشكل افيشنت، وكان في عندي فترات الريسورس النمبر الماكسيموم نيدد مثلا 300، فترات 800، فترات نزلوا ل 200 الى اخره، هيك بيكون الديستريبيوشن تبع الريسورس مش افيشنت وفيري كوستلي. عشان هيك انا بدي اصل للحظه احدد فيها ايش الاوبتيمم نمبر اللي افضل ماكسيمم يكون انا موجود عندي 400 او 500، اللي اعالج فيه انه ما يكونش في عندي اوفر الوكيشن، او ما يكونش كمان المشروع مش اوبتيمم. طيب بالتالي، طب ممكن حدا يسال سؤال بسيط يحكي طب لو انا حابب انه ما يكونش عندي الماكسيمم هذا ال 400 هي طوال فتره المشروع، يعني انا ممكن في فترات معينه اوفر 400، في فترات احط 800 اللي هو الماكسيمم افيلبل، وفترات اقلل، بمعنى انا اتحكم في الماكسيمم. في الريسورس شيت كان عندي فقط الماكسيمم نمبر اللي انا ادخلته 400، ولكن حاشوف طريقه الان ان انا ممكن اتحكم في الماكسيمم ريسورس افيلبل بناء على الديفينيشن تبعي للماكسيمم افيلبل. في الريسورس انفورميشن حيكون في عندي امكانيه اني اتحكم بالريسورس افيلابيلتي،
كماكسيمم يونتس. الديفولت بتكون محطوطه زي الماكسيمم يونت اللي احنا بندخلها في الريسورس شيت، وبتكون مكتوبه available from to ان اي. انا هذا ما عملتش اي ديفايننج لسبيسيفيك ديتس، فبالتالي الديفولت ان اي نوت ابليكابل، وبتكون ال 700 هي الديفولت اللي انا ذكرتها في الماكسيمم ريسورس يونتس. لكن لو انا حبيت اعمل فاريبل ماكسيمم ريسورس يونتس اتدرج في الماكسيمم، بدي اعرفهم في السيلز التاليه، وكل واحده من تاريخ متى بتبدا ولتاريخ متى تنتهي وايش اليونتس اللي عندي لهذا السبيسيفيك ريسورس. فمثلا انا كان عندي في فتره معينه زي ما انا شايف عندي بالتشارت هان، الفتره هذه كان نفترض الماكسيمم ريسورس عندي 500 الماكسيمم، وبعد فتره زمنيه معينه رفعتهم ل 800 واستمرت معايا لعند هذا التاريخ نزلتها ل 600، صار هنا 600 بعد كده نزلت لثاني. هذا هو التحكم اللي بيصير عندي في الافيلابيليتي للماكسيمم ريسورسز. اذا كان في امكانيتي انا اعمل هذا يعني في الفيلد اعمل هذا الريدكشن او الانكريز للريسورسز هيك، انا هذا حتساعدني ايضا في موضوع الريسورس ليفلنج، ان انا ما عنديش فقط ماكسيمم ريسورس يونتس طوال فتره المشروع، وبالتالي الاوفر الوكيشن انا مش عارف حله، فبستخدم تكنيك انه انا بعمل variable maximum resource حسب المتوفر معايا. كيف انا ممكن اعرف هذا الريسورس availability باستخدام برنامج الامس بروجكت؟ خليني انتقل له الان. اوكي، خليني اشوف كيف ممكن اعمل انا ال variable maximum resource. طبعا انا عندي عدة طرق أطول فيها المعلومات اللازمة عن الريسورس، سواء أنا كنت في الريسورس شيت، لو عملت كليك على الريسورس نفسه دبل كليك هيفتح لي الريسورس انفورميشن اللي أمامي، أو إذا أنا كنت في التابس من فوق أنا ممكن أروح للانفورميشن عن الريسورس وهو يعطيني كل البيانات اللي أنا توه ايضا شفتها. فمن اكثر من مكان الان انا بتحكم في المعلومات اللي لازمه عن الريسورسز. طبعا هنا اعطاني الريسورس نيم اللي انا اخترته الوركرز، وممكن ادخل اديشنال انفورميشن عنه لاي جروب يتبع، اذا في عندي سيرفر وبدي اشتغل انا من خلال الانتربرايز مثلا مانجمنت جروبس اتسترا. لكن انا الان بهمني الريسورس افيلابيليتي كيف اعرفها. زي ما حكيت الديفولت مذكور عندي 700 طوال فتره المشروع، لو حبيت اغيرها انه لا انا بدي الافيلابل فروم. طبعا انا بديت التاريخ، انا بدي ارجع اشوف التاريخ تبعي اللي هو تاريخ اليوم 9/11. اذا من 9/11 ل 11/11 بدي يكون 700، ولكن حبيت اغير ابتداء من 12/11 ومفتوح فيما بعد لنهايه المشروع، بدي ارفع النمبر ل 800. هنا لما يكون ان اي معناه هنا بيكون مفتوح نهايه المده، او اذا حبيت احط مده محدده بحطها، ولو عرفت كمان انترفال ثانيه برضه ممكن اغير فيها بكل سهوله. وهان بعمل اوكي. طبعا الماكسيمم ضلوا هان ظاهر 700 اللي عملت له اول اساينمنت. طب كيف بدي اشوف انا الديستريبيوشن تبع هذا الريسورس مع الوقت؟ خليني اورجيكم اياه كالتالي. بدي ارجع اولا للجانت تشارت، وهنا في الفيو اللي تحت بدي اشوف الريسورس جراف. طيب على البروجكت بار في عندي شيء اسمه ريسورس جراف، لو اخترته هيظهر لي الانواع المختلفه من الريسورسز الهيستوغرامز تاعتها. هاي مثلا هنا للكونكريت، لو حبيت اغير هنا بتحكم في مين يظهر عندي من الريسورسز حسب عددهم. هاي الوركرز طبعا بناء على الاكتيفيتي، يعني انا لو اخترت اكتيفيتي ثانيه معمول لها اساينمنت لريسورس ثاني زي البون هيظهر لي اياها هان. انا بالاكتيفيتي A
هاي الوركرز اظهر لي الماكسيمم الان بالسكرين اللي واضحه امامي. هيها اذا واضح حال الماكسيمم في اليوم الاول والثاني والثالث 9 11 و10 و11 11 انها كانت 700 ثم تعدلت ل 800 في باقي ايام المشروع. اذا هنا الماكسيمم افيلابيلتي انا ممكن اغيرها حسب النيد عندي وخاصه لما يكون في عندي اوفر الوكيشن. طبعا انا هنا ما في عندي مشكله يعني ما بلزم انه اخلي الماكسيمم 700 لانه لسه ما عملتش اساينمنت للاذر اكتيفيتيز. على سبيل المثال لو حبيت في الاكتيفيتي دي مثلا اعمل اساينينج لوركرز الها ستة لاحظوا لما اعطيت دي ستة من الوركرز وانضافوا للي موجودين هنا الأربعة في الاكتيفيتي بي صار في عندي اوفر الوكيشن لأنه ستة وأربعة عشرة وهذا اللي أظهر لي إياه هنا 1000 بينما الأفيلبل عندي 800. طبعا أنا وارد أعمل ريسورس ليفلينج الآن بس أنا تحكمي ممكن أرجع أتحكم عشان إذا بدي أعالج فقط لوكالي الأوفر الوكيشن ممكن أغير الماكسيموم هذا يصير 1000 متوفر عندي بالفترة التالية. بس هذا طبعا الماكسيموم افيلبل لازم ندرسه لانه عمليا انا تغيير للماكسيموم يعني انا باخذ الريسورسز من هان وبنقلها لمشروع ثاني او انا بكون الريسورسز المتوفره في الكومباني عندي هي هذه الماكسيموم. فاذا انا بدي اعمل هايرنج لاديشنال ريسورس هذا حيكون له اديشنال كوست وبنفيتس مختلفه عن الافيلبل ريسورسز اللي عندي موجوده انا اصلا بالشركه نفسها. اوكي اوكي خلينا الان نشوف نقطه ثانيه عندنا مرتبطه بالريسورسز و نقطه برضه مهمه to control when a resource works on a task and a project بمعنى how to assign a resource calendar بحيث اتحكم انا في الريسورسز في متى تكون افيلبل واعمل السبيشال كالندرز لانواع المختلفه للريسورسز وهذه بتفيدني اذا كان في عندي انا اكثر من مشروع وبدي اعمل اساينمنت للريسورسز واتحكم في انه هذا الريسورس بده يشتغل على المشروع الفلاني بايام محدده أو إذا كان عندي سب كونتراكتورز وهدول السب كونتراكتورز بيكونوا مشترطين علي بالعقد معي إنهم يتواجدوا في أيام محددة من الأسبوع وبالتالي بيصير مرتبط سير الأكتيفيتيز هذه في هذه الأيام عندنا. خلينا نشوف كيف ممكن أنا أعمل كالندر خاصة في الريسورس. أوكي عشان نعمل الآن ريسورس كالندر إذا نروح على بروجكت في عندي تشينج وركينج تايم هي نفس الكالندر اللي عملناها للبروجكت لو كان انا عندي حابب اوجد اي كالندر ثانيه مختلفه بس انا بدي اسميها باسم الريسورس اللي عندي فمثلا هاند اسميها الوركرز اذا انا بدي اعطيهم كالندر خاصه فيهم وميك ا كوبي اوف ستاندرد اوكي ولو حبيت اغير بالتواريخ فرضا بدي اعمل تغيير في الورك دايز الورك ويكس بخلي فرايدي هنا عباره عن هوليدي سوري نون وركينج تايم وساندي في وركينج تايمز من 8 ل 12 ومن الواحدة للخمسة هاي اوكي اذا صار عندي فرايدي اجازه وساتردي اجازه ولكن صندي صار يوم عمل خاص في هدول الوركرز هاي اوكي طبعا ما شيء تغير عندي هان لانه عمليا انا الوركرز اللي اساند على الاكتيفيتي اي انا ما عملتش ديكلاريشن لهذا الريسورس انه يستخدم الكالندر اللي خاصه فيه
لاحظوا الآن الاكتيفيتي A طبعا مش هيظهر الفرق عندنا فيها لأنه هي بتشتغل Monday Tuesday Wednesday، لكن خليني في البداية أول أعمل assigning للكالندر لهذا الريسورس، بروح على الريسورس شيت، هاي الوركرز بدي أختار الآن إلها الوركرز كالندر، أوكي، وأرجع مرة ثانية. طبعا ما صار في عندي أي تغيير هنا على الأكتيفيتي إيه لأنه أيام العمل عندها Monday Tuesday Wednesday هي ضمن أيام العمل المتاحة في الوركرز كالندر، لكن الاختلاف حيصير عندي في الاكتيفيتي بي اللي هي هنا موجوده عندي 6 ايام، تمام، الست ايام الايام العمل اللي صارت عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7، لانه انا حطيت انه فرايدي اجازه، لاحظوا فرايدي بالنسبة للوركرز ما حيكون فيها عمل، بالتالي هذول أثروا كمان على الانجينيرز اللي مسموح لهم العمل، يعني هنا حيصير في ديلي في هذه الاكتيفيتي 1 داي لأنها تأثرت في هذا الريسورس. فبالتالي بدي أنبه أحيانا أنا إنه لما بأشوف الديوريشنز عندي بتكون مرتبطة مش بس في الديوريشن الموجودة للتاسك الطبيعية حسب الكالندر تبعتها، وإنما أيضا مربوطة بالكالندر الخاصة بهذا الريسورس. زي برضو نفس الشيء لاحظته في الاكتيفيتي دي، زادت المدة تبعتها، فهي عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 أيام. ليش؟ لأنه في عندي أنا فرايدي هنا كان إجازة للوركرز. الآن بعض الشغلات اللي ممكن إن نستفيد منها كداتا عن الريسورسز وتوزيعها وجرافيكلي أنا أشوف الديستريبيوشن تاع هذا الريسورس، في مجموعة فيوز بتفيدنا، واحدة منهم اللي تو طلعنا عليها لو أنا تحت هان. طبعا بختار الماوس يكون في الفيو اللي تحت عشان تبع مع الجانت شار. في هنا عندي ريسورس جراف، وهذا مين اللي بيعطيني الديستريبيوشن تاع ريسورسز لكل انواع الريسورسز الموجوده عندي، وبتطلع مين الاوفر الوكيتد فيهم وايش الافيلبل له، تمام. هذا احد الشغلات اللي انا بشوفها. في كمان عندي فيو ثاني اسمه الريسورس فورم، وهان بيعطيني تفاصيل اضافيه لهذا السبيسيفيك ريسورس كانه جزء من الريسورس شيت، يعني ايش اسم الريسورس طبعا بناء على الاكتيفيتي اللي انا بختارها، لانه ممكن يظهر الريسورس هذا في اكثر من اكتيفيتي وبيورجيني وين ظاهر على التاسكس هذه. فمثلا انا عندي هان الوركرز assigned للتاسك A و B و D، ومعطيني التوتال وركينج اورز تبعتهم على كل تاسك قديش انا assigning لهذا التاسك من الريسورس اللي هو workers، والتكلفه بتاعته برضه موجوده معايا، والكالندر بتاعته اللي انا مستخدمها، واي اضافات ثانيه، واذا في عندي ديلي اتسترا انا هستخدمهم. طبعا ممكن يكون في عندي فيوز ثانية كمان أنا ممكن أستفيد منها، في ريسورس يوسج، سنكون في البان اللي تحت، ولازم أختار الأكتيفيتي. الريسورس يوسج بيعطيني كمان معلومات إضافية عن الريسورسز، مثلا الوركرز كريسورس نيم قديش التوتال وركينج اورز، واسايند لاي اكتيفيتي، فبيعطيني تحتها كل الاكتيفيتيز اللي استخدمت الوركرز. فمثلا الاكتيفيتي A اسايند 48 اورز، الاكتيفيتي B 160 اور، دي 336 اورز. الريسورس الثاني الكونكريت نفس الشيء، كم توتال كوانتيتي بتاعته اعطاني اياها وموزع على اي اكتيفيتي،
وهنا التفاصيل بأشوفها بشكل دقيق أمامي، كيف موزعة مثلاً التوتال ووركينج أورز على الأيام، وتفصيلاً كل أكتيفيتي إيش الريسورس اللي اشتغل كووركينج أورز. يعني أنا عندي 16 أور باليوم، يوم ماندي اللي هو 9 نوفمبر، وهكذا في الأيام المختلفة. وإذا حبيت أضيف أنا معلومات إضافية عندي أكثر، بعمل رايت كليك وبأظهر الفيلدز اللي بدي إياها. طبعاً إذا في عندي كوست، إذا في عندي أوفر ألوكيشن، إذا أنا بدي أضيف أديشنال ستايلز، يعني هدول الشغلات مجرد أنا بعمل مثلاً هاي كليك، هنا بظهر لي فرض الأوفر ألوكيشن وين صار عندي في هذه الريسورسز. مثلاً هاي الأوفر ألوكيشن اللي ظهر عندي باللون الأحمر ظهر في الأيام هذه، إذا أنا حبيت أخذ بيانات إضافية. بدي أضيف خانات إضافية أكثر من الموجود أمامي هان، ديتيل ستايلز. نفترض بدي أظهر بيانات معينة، طبعا عندي عدد ضخم جدا هان من البيانات عن الريسورسز، طبعا حنيجي لجزء كبير منها، سواء المرتبطة بالكوست، المرتبطة بالورك، بعدين المرتبطة بالاكشوال وورك، الاوفر تايم، وبعض الفاليوز المرتبطة بالارن فاليو. فبأضيف اي شيء بدي اضيفه. اخذ مثال بسيط عندي، مثلا هان بدي اضيف الكوست، بعمل شو عشان يظهر لي، وممكن اعطيه لون مختلف عن الالوان الموجودة اذا حبيته هذا اللون. هاي اوكي، إذا الآن حيظهر لي الكوست المرتبط في الريسورس عندي، هنا التوتال بيظهر لي في الخانة هذه، وفي الشيت تبع كل أكتيفيتي إيش الكوست اللي كان نتيجة هذا الريسورس لو أنا دخلت قيمة للكوست في الريسورس شيت. فبالتالي كل البيانات اللازمة عندي للريسورس أنا ممكن هذه أطبعها وأستخدمها فيما بعد لمانجينج الداتا اللي لازمة لهذا الريسورس. فهذا كتير مفيد عندي الريسورس شيت. طبعا لو أنا عكست، في عندي شيت تاني مرتبط بالتاسك يوسج، هو بيظهر لي هان التاسك أكثر من إنه الريسورس، ولكن التاسك نفسه بيعطيني مين التاسك والريسورسز الأسايند إله، بس الأساس في الإظهار هان التاسك. هناك كان الريسورس ومين التاسكس اللي أصاين لهذا الريسورس. هنا أنا اللي بتهمني إذا الداتا، أنا بدور على الspecific داتا للactivities أو للتاسكس، بتكون معايا بكل تاسك التاسك، وبأظهر أنا كل الديتيلز الكاملة عنه. طب لو حبيت أظهر لكل التاسكس، أنا أفضل أظهرها بالخانة العلوية لأنه بيعطيني لكل التاسكس مرة واحدة. وهان أرجع تاني للفيوز للتاسك فورم طبعاً. وكيف هان التاسك شيت، هاي كل تاسك مين الريسورسز أساند إلو، كل الداتا المرتبطة فيه. ولو حبيت أظهر أديشنال داتا مرة تانية بعرفها من اللي موجود أمامي هان، أو بأضيف في الديتيل ستايلز أني أديشنال داتا أنا عايزها عن هذا التاسك. هيك أنا بكون أظهرت بيانات كاملة لهذا التاسك. طبعا في نقطة مهمة، ظاهر أنا عندي بالنود إنه فيها التاسك هذا has over allocated resources، لأنه بظهر لي مين الover allocated resources وأعطاني مسج إلها هنا. هذه كتير مهمة، أنا لو بدي أعالج فيما بعد الresources، وحيعطيني إياها بلون كمان يفترض فيما بعد توضح لي انه هذا اوفر الوكيتد لو انا طلعت الورك لهذا التاسك. اوكي، الان لو حبينا نشوف الكونسبت تاع الريسورس اوفر الوكيشن، انا كيف ممكن اعالجه وكيف استفيد من الامكانيات الموجوده في البرنامج. طبعا توي طلعنا كيف ممكن نشوف الاوفر الوكيشن كيف بيصير معنا، ومين اللي هو نتيجة إنه أنا عندي الـ available resources أقل من الـ needed.
فبالتالي مثلا هان صار عندنا الاشكاليه، لانه الماكسيمم افيلبل 400 بينما النيدد في فترات 700 و800. انا كيف الان بدي اعالج هذا الاوفر الوكيشن والطرق اللي استخدمها لمعالجه الاوفر الوكيشن؟ اوكي، في عندي مجموعه تكنيكس انا ممكن اعملها. في الاولانيه وهذا اللي يمكن شفناها احنا سابقا في خلال الريسورس ليفلنج، انه انا ممكن اعمل ديلينج للتاسك. ديلينج للتاسك يعني انا بحركه بيست اما على الافيلبل فري فلوت، وبالتالي انا بصير بيعمل لي فراغ في منطقه وبيحجز فراغ في منطقه ثانيه. هذا هو الكونسيبت تبع الديلي التاسك بناء على كرايتيريا انا بحددها للبرنامج. او احد التكنيكس الثانيه انه انا ممكن اعمل ريدكشن للريسورس وورك. يعني انا مثلا الاكتيفيتي هذه بدها ثلاث عمال وانا الافيلبل عندي اثنين، وانا عامل حساب ان المده اخلص بخمس ايام، انا المتوفر عندي اثنين، فلا انا بنزل الان العدد لاثنين وامدد مده هذه الاكتيفيتي لسبعة ايام. بالنهايه انا قللت الماكسيمم لانه الافيلبل عندي بس اثنين، ولكن هذا على حساب اجت المده تاعت الاكتيفيتي، فانا هنا دخلت برضه بطريقه ثانيه. Reassign work to another resource. مثلا كان مفروض احمد يشتغل على هذه الاكتيفيتي ويشتغل على اكتيفيتي ثانيه، وبالتالي صار في عنده اوفر الوكيشن هنا لانه تو اكتيفيتيز في نفس الوقت. اذا انا بتعامل يعني مع one resource فانا ممكن هذه الاكتيفيتي اعطيها ل مثلا محمد او خليل او اني اذر ريسورس اللي ممكن يقوم فيها. هذا كمان من التكنيكس اللي بستخدمها. ممكن اعمل كونتورينج، وهذه شغله حنجيها بس لاحقا في فتره متقدمه، انه انا بعمل عمليه ان ايفن انكريمنتس لتوزيع الورك على الاكتيفيتي. يعني الاكتيفيتي اللي مدتها خمس ايام وبدها خمسه وركرز، معناته كل يوم انا عندي خمسه في ثمانيه 40 ساعه عمل. هذا اذا كان عندي يونيفورم تايب اوف ورك، كل يوم نفس الاكتيفيتيز اللي بتنعمل في الفيلد تحتاج هذا العدد وهذا الجهد. انا ممكن احكي لا، انا ممكن باليوم الاول احتاج ثلاثه، اليوم الثاني احتاج خمسه، اليوم الثالث ثمانيه، وارجع انزل على مستوى الاكتيفيتي. يعني الاكتيفيتي نفسها يكون الديستريبيوشن تاع الريسورس فيها مش ثابت خمسه، لا يكون عندي على الاكتيفيتي الواحده توزيع للنيدد ريسورسز على مستوى الايام، وهذا هو بسميه الكونتورنج للريسورس في الاكتيفيتي الواحده. او ممكن اعمل حاجه اسمها ريسورس شيرنج، انه انا بكون في عندي بول وممكن اخذ من المشاريع الثانيه بعض الريسورسز نيدد اذا كان انا الماكسيمم زاد ومش متوفر عندي هذا الريسورس في مشروعي. هذا الكونسبتس اللي عاده بستخدمها في الريسورس اوفر الوكيشن. ولكن بدي انتبه لشغلات البرنامج بيستخدمها قبل ما انتقل له وبدي اراعيها. في امور البرنامج ما بيعمل ديلاين للتاسك. يعني لو انا في عندي تاسك وفي فري فلوت وبدي احركه، اذا كان في عندي هذه الكونديشنز الموجوده امامي البرنامج ما حيستجيب لتحريك لهذه الاكتيفيتيز او انه يعطيني مجال استفيد من الفري فلوت. اذا كان عندي كونسترينت ماست ستارت اون او ماست فينيش اون، انا حاطه لهذه الاكتيفيتي ماست ستارت اون هذا الديت، هذا بيعمل لي عمليه فريزنج لتحريك الريسورس. فبالتالي دائما الكونسترينتس بتريسيد على الليفلنج. إذا كان عندي constraint as late as possible، إذا كان هذا المشروع scheduled from start date برضه بثبت لي ممنوع أحرك هذه الأكتيفيتي. ال constraint إذا كان as soon as possible، لكن أنا عملت scheduling للبروجكت من ال finish date لأنه هذا ما بيسمح لي أحرك ال finish date بتاعت المشروع. إذا أنا عملت priority قيمتها 1000 للمشروع، يعني هذا انه ما مسموح لي اعمل ليفلنج فيه.
اذا صار في عندي انترنج لاكشوال داتا، يعني في جزء من الاكتيفيتيز خلصت انتهى، ما بيعمل لها بعد هيك اي ديلاينج. اذا هذه النقاط كثير مهمه وحتظهر معايا فيما بعد. طيب البرنامج لما بيعمل ديلي للاكتيفيتيز او ليفلنج حيعتمد على الكرايتيريا التالي، حيشتغل على التاسك ديبندنسي، يعني حيحترم في الاول الريليشن شيبس بين التاسكس، وحياخذ الستارت ديت، مين اللي له مينيمم ستارت ديت من الاكتيفيتي حيبدا فيها، مين الاكتيفيتي اللي لها برايورتي، لان انا ممكن اعرف لكل اكتيفيتي برايورتي، وبالتالي اذا انا حابب اعمل سبيسيفيك برايورتيز حياخذوا هذا من ضمن الكرايتيريا، او اذا كان في على الاكتيفيتي هذه كونسترين حياخذها بالاعتبار. اذا هذه الرولز اللي حيستخدمها البرنامج الامس بروجكت في عمليه حل الاوفر الوكيشن الموجود عندي. طبعا انا عندي حشوف مثال اللي هو استخدمناه بنفس المثال النظري بالمحاضرة السابقة لحل الأوفر ألوكيشن، وشوف كيف أتعامل معه. بس قبل ما أنتقل هناك بعرض لكم إياه. هذا المثال قبل حل الأوفر ألوكيشن كان واضح عندي أنا، لأنه الماكسيمم اللي دخلته 700، ففي ديز كان في عندي أوفر ألوكيشن فيها زي ما هي ظاهرة أمامي، وفيما بعد بدي أعالج هذا الأوفر ألوكيشن اللي أستفيد من المناطق اللي هنا فيها الريسورس نيدد أقل من الأفيلابل، وأحاول أحرك هذه الريسورسز وأستغل الفراغ الموجود. طيب مرة تانية بس بذكر أنه الليفلينج أوردر المتوفر معايا واللي حيشتغل على البرنامج زي ما ذكرنا حيبدأ بالآي دي تاعت هذه الأكتيفيتي، يعني حيعطيها اعتبار الأول، أو هذه طبعا اذا انا فقط بدي اشغل ليفلنج بناء على الاي دي ممكن اختار هذا الخيار، يعني هذه ك برايورتي رولز. اذا بدي اختار الستاندرد، الستاندرد اللي تو ذكرته هذا الديفولت اللي هو بيتعامل مع التاسك ريليشن شيب كشيء اولاني اساسي، بيتعامل مع الافيلابل سلاك، بيتعامل مع البرايورتيز للاكتيفيتيز، بيتعامل مع الكونسترينتس. او انا ممكن ادمج ما بين البرايورتي والستاندرد، وبالتالي إذا كان عندي أكثر من مشروع، وهذا بالذات إذا أنا عرفت على مستوى المشروع وكان عندي ريسورس بول حشوف المحاضرة الجاية، فبعمل الأوفر ألوكيشن بيست على البرايوريتي ثم بيجي على الستاندرد رول داخل المشروع. ليفل أونلي وذين أفيلابل سلاك، أنا هيك بمنع الليفلينج إنه يزيد مدة المشروع، فبالتالي مدة المشروع لازم تكون فيكست. أو الليفلينج كان أدجست الانديفيدوال اساينمنتس على التاسك، اذا انا مسموح لي انه انا اغير، اذا كان التاسك هذا مثلا بده 5 workers، هل انا مسموح لي اخليه 3 أو 4 واعدل المده تبعت هذه التاسك؟ ايضا الامكانيه موجوده في البرنامج. الليفلنج كان كريت سبلتس للريميننج ورك، اذا انا ممكن زي البارالل ميثود انه انا اعمل عمليه splitting للتاسك بحيث انه في بعض الايام اعملها delay ما اشتغل في هذه التاسك واعملها shift حتى احل موضوع الاوفر allocation. اذا هذه اكثر من خيار انا حيكون متوفر عندي في علاج الاوفر allocation زي ما انا حاشوف الان في هذا المثال. وبالتالي هاي المثال هام نفسه بعد ما عملت اوفر allocation، إذا أنا بدي أحافظ على المدة الموجودة معايا، طبعا المدة 18 يوم فيكس، وطلبت أنا أعمل الريسورس أوفر ألوكيشن within the same duration، فعمل لي عملية redistribution للريسورسز بالرولز اللي تو شفناها، وهي قريبة جدا من المينيمم مومنت ألغوريثم باي ذا واي، وهنا قلل لي الماكسيمم في هذه الأيام واستفاد حطها في الفترات اللي كان في عندي فيها مينيمم ريسورس يوسج. هذا اللي حانتقل الان له في البرنامج. Alright. خليني ارجع للمثال على الامس بروجكت. طبعا انا ادخلت هذا المثال
وعملت assigning للresource اللي هو كان اسمه R، واضح عندي الـ over allocated tasks مثلا activity B أعطاني على طول message إنه في عندي over allocation، والactivity زيها C وD. وعندي لو طلعت على الجراف تبع الريسورس R، فواضح عندي في اليوم 2/11 في عندي 1300 needed resource، بينما الافيلبل انا عندي 700 المتوفر عندي هنا الماكسيمم. فكل ال above الماكسيمم هنا يعتبر عندي اوفر allocation في هذه الايام، يوم 2 3 8 11 و 9 11. الان عشان اعمل اوفر allocation باستخدام الامس بروجكت، انا بكون موجود في التاب تبعت الريسورس. هنا في عندي ليفل ريسورس وليفل اول، بس قبل ما ابدا انا بحاول اعرف الليفلنج اوبشنز تبعتي قبل ما اعمل ليفلنج، لانه اذا ما عملت حياخذ الديفولت اللي هو معرفنا. ففي لو فتحت على الريسورس ليفلنج، اوكي اندر الريسورس ليفلنج في عندي الليفلنج كالكوليشنز اوتوماتيك او مانيوال. إذا أنا اخترت أوتوماتيك معناته أنا كل ما يصير عندي في أوفر ألوكيشن البرنامج لحاله بحلها، وهذا أنا لا أحبذ إنه نستخدمها، لأنه بيعطي أولوية للأكتيفيتيز أول بأول. أنت لسه أنا ما كنتش مدخل كل الريسورسز ولا كل الأكتيفيتيز، فبيعالج هيك بهذه الطريقة، يعني خلينا نعتبر مش بيست على كرايتيريا اللي أنا بدي أتحكم فيها ليتر. فأنا بفضل دائما نستخدم الديفولت اللي هي المانيوال. Look for over allocation on a day by day basis أو minute by minute أو hour حسب الحالة اللي أنت بتعمل فيه إنها scheduling. وهذا نقطة مهمة، لأنه أحيانا إذا المشروع عندي أنا مثلا سنة وسنتين، لو كان عندي over allocation في يوم أو يومين ومش كثير، هذا منتشر على مستوى المشروع، بصير انا نظرتي للاوفر الوكيشن مش مرتبطه دي باي دي، ممكن تكون ويك باي ويك، لانه خلال الويك انا بعالج الاوفر الوكيشن. فبالتالي هنا اذا انا اخترت دي باي دي، حيظهر لي انه وين الاوفر الوكيتد ريسورسز بناء على السلكشن تبع دي باي دي. لو انا اخترت باي ويك مثلا، هاي باي ويك هان، وعملت اوكي، مش حيظهر لي كان الاوفر الوكيشن اللي موجود، حيكون عندي بالطريقه اللي انا مظهرها الان. ثاني ليفلنج اوبشنز ديفولت عندي دي باي دي، ليفل انتاير بروجكت او ليفل فروم سبيسيفيك ديتس. طبعا اذا انا اول مره عملت السكجول تبعه ودخلت الريسورسز وطلع عنده اوفر الوكيشن، بعمل لكل بروجكت. لكن لو فيما بعد انا بديت ودخلت سواء تاسكس جديده او بدي في فتره معينه بس اللي انا اعمل الاوفر الوكيشن وما بدي اغير باقي المشروع، بختار الفتره اللي بدي اياها من فروم تو. الان الريزولفنج اوفر الوكيشنز الرولز اللي عندي تعطيني الاوردر ليفلنج اوردر، وزي ما تو ذكرت ايش الخيارات الموجوده عندي. إذا بيست على الاي دي فبيعطي فقط الأولوية للتاس اللي له أول اي دي هو اللي بيعمل له ليفلنج، فبحل أول اكتيفيتيز على حساب الأخيرة. طبعا الستاندرد عندنا اللي تو ذكرناه إنه أولا براعي التاسك ريليشن شيب، براعي البرايورتيز، براعي الكونسترينتس اللي أنا مدخلها بالتواريخ. تمام. وطبعا زيها البرايورتي او ستاندرد، اذا كان عندي انا تعريف زي ما ذكرت للبروجكت له برايورتي معينه، وهذه كنا نشوفها من البروجكت انفورميشن حنجيها ليتر. هاي البرايورتي لو انا معرف هذا البروجكت انه مثلا قيمته 1000 بينما البروجكت الثاني 500، ففي التوزيع لهذه الريسورسز حيعطيني انا اولويه لهذا المشروع عن المشروع الثاني. اوكي الان في الستاندرد انا بتحكم في الليفلنج اوبشنز اللي عندي. عندي ليفل اونلي وذين افيلبل سلاك، يعني لم اسمح بانه المده الكليه تاعت المشروع انها تتغير. طبعا لو انا رفعت هان هذه التك،
هذا هيعمل الليفلنج بس هيمدد مدة المشروع. لو خلينا أشوف هذا الكلام بالطريقة التالية بدون هاي، بدي أعمل الآن ليفل أول. أوكي، لو أنا حبيت الآن أعمل ليفلنج بس بيست على الأوبشن إنه not to level within available stack، يعني مسموح لي to delay ال duration تبعت المشروع زي ما كنا نعمل بال resource allocation، وهنا حطيت level all، هنا مد مدة المشروع ل 19 يوم بدل 18 وحل ال over allocation بس على حساب مدة المشروع. طبعا هاي هذه طريقة، ولكن إذا كان مش مسموح لي أنا إنه أعالج الـ over allocation إلا within الـ available slack، فبدي أختار الـ condition تبع الـ available slack أو الـ other conditions اللي توي شفناهم هان، سواء أنا بعمل adjustment، بعمل splitting في الـ work، etc. وهنا خليني أعمل أول clearing للـ over allocation وأتأكد إنه أنا day by day والليفل اونلي وذين افيلابل سلاك. حاشوف الان ان المده حتضلها ثابته ما حتتغير عندي لما اعمل ليفلنج، هاي ليفل اول ريسورسز. ممتاز، واضح انه انا المده ظلت زي ما هي وعالجني الاوفر الوكيشن. طبعا هذه افضل انه انا كاستراتيجيه دائما احاول اعمل ريسورس اوفر الوكيشن علاجه بالافيلابل سلاك، يعني ما ابدا بانه هذه ما تكونش تم اختيارها، لانه اوفر الي انا احافظ على مده المشروع زي ما هي من انها تمتد. الا اذا انا عملت الان حاولت احل ولكن ما استطعتش احل الاوفر الوكيشن وذن الافيلابل سلاك، وبالتالي بدي اضطر اسمح بانه المده تمتد تبعت المشروع. هذه كاستراتيجيز في ان انا اوصل للاوبتيمم كوست تاعت الريسورسز عندي والمشروع بنفس الوقت. اذا عمليا انا شفت كيف اعمل ريزولفينج للاوفر الوكيشن لهذا الريسورس، وهنا وفرت علي الجهد اللي انا ممكن كنت استخدمه بالطريقه اليدويه، وقريبه هي جدا من النتائج اللي انا حصلت عليها في المحاضرة السابقة.